جاهز؟ جاهز. واحد، اتنين، تلاتة. حطمت الرقم اللي فات. بحبك علي. قفلت خلاص، لكن زي بعضه صاحب محل برضه. يا نهار ريحه، يعني اقول للناس جبت كارت الشحن منين؟ من الغرزه اللي قدامنا؟ قالوا له احنا بعد ساعه العمل الرسميه، يعني انا حر. ماشي يا اخويا، اديني كارت ب 50 بقى. حاضر، اتفضلي. سلام. استني هقفل واطلع معاك. طيب ممكن تبقى بطل الزفت اللي انت بتشربه ده، على الاقل عشان امك واختك يا اخي. ممكن انا كمان انصحك نصيحه؟ قول. الجدع اللي انت بتحبيه ده رجليه خدت على الشارع في زاده شويتين قالوله، يعني كل شويه عدوا كلام الناس اوسخ من الوساخ. عمر هي يخطبني اول ما اتخرج من المعهد يا اشرف. عليا انا مش عايزك تزعلي مني، انت سمعتك تماني زي سمعت ربابه اختي بالظبط. انا مش زعلانه منك، بس عايزك تطمن لاني عارفه انه هيجي يخطبك. لو ما جاش هو انا في الخدمه. انت اخويا عبيد انت. يلا تصبح على خير. اهو انت. ايه ده؟ انت لسه ما نمتش؟ طب حطي نفسك مكاني،
انام ازاي وانت بتلعبي لي احلى مزيكا؟ طب نام بقى حبيبي، بكره عندك شغل بدري. طب شويه كمان ما تبقيش بخيله، وحشتيني. وانت كمان وحشتيني. ما تروح تشوف شغلك، الزبون صبر ونفس. انا مش هتقطع من مكاني يا راضي غير لما تجيب فلوسي اللي عندك وحالا. الله، جرى يا بطاطس، انا عمري كلت عليك فلوس. ماشي يا راضي، خلي الزبون بقى يولع. اتفضلي، بس يا ريت بقى نشوف شغلنا. ما كمل الاول. انت لسه ما نمتيش؟ انت شايفه ايه؟ كنت بتذاكري بقى ولا عماله تحبي في التليفون؟ مين اللي وصلك تحت ده؟ زميلي. وحبك انت يعني يجيبك لغايه باب البيت؟ قلت اوفر اجره التاكسي. ما انت شايفاني شايفه. هو انت عندك زمايل راكبين بي ام؟ لا، ما عنديش زمايل راكبين بي ام، بس عندي زباين راكبين بي ام. بصي انا مش هتكلم معاكي في الموضوع ده تاني، بس انا خلاص اتخنقت. انا ما بقتش صغيره يا فاطمه، فاهمه يعني ايه؟ وانا ما عنديش حل تاني، ما بقتش عارفه ارضيك ازاي. ارحميني بقى، دوري على شغل تاني. ما عنديش مؤهلات غير دي، تجيب لنا فلوس كل اول شهر. يا فاطمه هما كام شهر وخلاص؟ هشتغل وانا اللي هصرف وهعوضك عن كل اللي انت عملتيه عشاني. انا ما اشتكيتلكيش يا ام، انت اللي بتشتكي. طب ممكن على الاقل ما تخليش الناس دول ينزلوكي قدام باب البيت؟ بلاش فضايح قدام الجيران، ده لو عمر عرف هتبقى وصلنا البيت الاصيل. انت الجيران مش فارقين معاكي، ما طول عمر الجيران حوالينا. انت حساسيتك دي ما ورمتش غير لما ظهر استاذ عمر. انا موافقه، انت عندك حق، بس الزمن مر. خلي كنت دي مونت عمر بتاعك ده ينتشلنا من بؤره الفساده اللي احنا فيها. بلاش ينتشلنا، خليه ينتشلك انت على الاقل. اسمعي، لو بعد كل اللي بعملهولك ده مش حاسه ان انا عايزه اشوفك احسن انسانه في الدنيا، خليه هو يعمل لك ده، هو هيعرف يحميكي اكتر مني. فلوس الكتب اللي كانت ناقصاكي عندك عالكومودينو. ادفع الزفت. يعني انت عايزه تفهميني ان خناقتك العبيطه دي مع اختك هي اللي ما نايمتكيش طول الليل ومخلياكي مش عايزه تفطري؟ دي مش خناقه عبيطه يا عمر، احنا عايشين لوحدنا من غير راجل. وبعدين كلام الناس مش هيرحمنا لو شافوها وهي راجعه كده مع راجل وش الفجر وبعربيته. الله، مش بتقولي المدير بتاعها في الشغل عليها؟ ايوه طبعا مديرها، بس هما ما يعرفوش كده، ممكن يفهمونا غلط. طب فيها ايه؟ طب ما انا باجي اخدك من تحت البيت وساعات بوصلك متاخر واطلع اسهر معاكوا كمان. ايوه الوضع مختلف يا عمر، هي ما فيش حاجه بينها وبين المدير بتاعها. وبعدين انت عمرك ما وصلتني ولا نزلت من عندنا وش الفجر. عليا، انت في حاجه مخبيه عليا في حكايه خناقتكم انت وفاطمه دي؟ هخبي ايه يعني؟ يعني مثلا تكون فاطمه علقت ان انا باجي لكم كتير من غير ما يكون في اي ارتباط رسمي بيني وبينها. هي طبعا بعدت بكده، بس انا امبارح كلمت مراد اخويا عنك، وحقيقي يوم حفله المعهد بتاعتك عشان يتعرف عليك ويشوفك. بجد يا عمر؟ طبعا بجد، وهو اللي هيكلم بابا وماما عنك ويقول لهم ان مفيش احلى ولا انسب منك عشان تبقي مراتي. ويا ريت بقى خناقتك مع فاطمه اختك ما تكونش نسيتك ان احنا النهارده يبقى بقى لنا 4 سنين مع بعض. انا قلت انت اللي هتبقى ناسي. عمري ما انسى. الله، حلوه قوي قوي يا عمر بجد. ميرسي هديتك. انا انت هديتي. قومي. مش هنفطر؟ الفطار هنا ما ينفعش، قوم يلا. طب بس انا مش عايزه اخرك على شغلك النهارده، ما فيش شغل. يلا
الو. ايوه راجل، تلغيلي كل مواعيد النهارده وتنزلي تسكني الطلايله بنفسك. ها النهارده اجازه ومش عايز ازعجك. باي. صح يا عمر، انا افتكرت ده انا عندي بروفا. انت عايز اخوك يجي يشوفني لاني مش جاهزه؟ اتمرني فيا. يخرب بيت عيونك يا عليا، شو حلوين عيونك. ما ينفعش تختفي طول اليوم وتقفلي موبايلك وتسيبيني اضرب اخماس في اسداس. انا كنت هنزل الشارع ادور عليكي يا شيخه. حرام عليكي، نشفتي دمي. معلش بقى يا فطومه، هروالك دمك بكوبايه كركديه. ما تخافيش عليها ابو اشرف. في ناس بيجروا ورايا، لو مسكروا ممكن يقتلوني بجد، مش هزار. ناس مين؟ ديلر بتوع حشيش، وكل ده عشان تركيني. ايه الدربكه دي يا لول؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا سعادي؟ ايه اللي جابه هنا ده؟ ملهوش كسر كده ليه؟ بطة عشان خاطري وطي صوتك. اكيد عامل مصيبه جديده. خبوني. فين اشرف؟ اشرف ده ايه؟ اشرف امين بتاع محل الموبايلات اللي تحت. مش ساكن هنا، ساكن في الرابع. انت هتستعبطي يعني؟ هو مش مستخبي جوه؟ استعبط ده ايه؟ انتوا حراميه؟ شكلكم حراميه يا اسد. خلاص خلاص خلاص. اخرج يا اشرف. مشي وخلاص. انا متاسف يا بطه. لو ده اتكرر تاني يا اشرف انا اللي هفرج عليك قمه لا اله الا الله، عشان تخلي جوز صايع زي دول يخبطوا علينا في نصاص الليالي. ده انت يا اخي بتربي معانا هنا في البيت. خلاص بقى يا بط، اجري اجري شوف امك واختك سنعملوا فيهم حاجه. أمرني. أهلا يا عمر. إزيك يا فاطمة؟ اتفضل. معلش أنا قلب الدنيا، أصلي بنضف. تلاقيك بتتصل بعلي ما بتردش عليك. اصلها نزلت زي المطيره تشوف النتيجه ونسيت الموبايل هنا. عارف انا هفرش الصاله حالا واعمل لنا كوبايتين شاي. فاطمه، هو انت بتشتغلي جرسونه بس ولا في حاجه انا ما اعرفهاش؟ مين اللي معاك تحت في العربية؟ أخويا. أخويا فاطمة. لما عليا ترجع قولي لها إن عمري ما حبيت حد في الدنيا قدها. Thank you.
عملت ايه؟ نجح الف. يا عمر كله بيتنسب الوقت، صدقني يا حبيبي انا عايزك بس تبقى متاكد ان القرار اللي انت خدته هو القرار الصح، وما كانش ينفع تاخد اي قرار غيره. يا عمر ابوك قوم الدنيا وقال ابني ما يتجوزش قلاتية واختها جرسونة، فما بالك بقى لو عرف الباقي؟ اكيد كان لبسهم قضية وحبسهم هما الاتنين. يا عمر انا برضو متاكد انك عمرك ما كنت هتتجوز عليا وتخلف منها، تبقى خالت ولادك بطة بطاطس بزي ما كان ينفع. انا مرضتش اضايقك واقولك، لما سألت عليها الناس قالوا لي انت مش ناقص. يلا عمر يلا زمان بابا وماما على السفرة. ايه اسم الشركه دي كلها؟ والله ما حد بيرفع معنوياتي غيرك انت يا مراد. ده فرحكم بقى النهارده مش عيد جوازكم. اه بس العريس لسه لابس تريننج. صحيح يا اخي ما تقوم تغير بقى. انت عايز تزوج من الهزيمه ولا ايه؟ اه كمل ماتش. ماتش ايه يا عمر اتاخرنا؟ يعني الناس اللي احنا عازمينهم يوصلوا قبلنا؟ كاريه يلا يا سيف نايتي على السرير. كاريه طب ايه رايك بقى؟ انا عندي ليكي حل جامد. انا هبعت اجيب تورتايه وبيتزا ونقعد نحتفل احنا الثلاثه على الضيق كده. بيني وبينك مفيش حل السهر وخروج يا حبيبتي. براحتك يا عمر حتى بلاش نحتفل خالص. بطلة العالم في لوي البوز مش ناقصة عكننا، النهاردة عيد جوازكم. طب شد حيلك يا حمامة السلام. هو الكلام مش اخده عطا. ما تجننيش انت كمان، انت هتدافع عنه. انا لا هدافع عنه ولا حاجة، بس انت كمان بقى اسمت عليكي بوز شبه كوبري اكتوبر الساعة 3 النهار. بقيت انا كمان الغلطانة يا مراد. لا انت مش غلطانة، بس هو كمان معذور، لسه راجع من شغله بقاله ساعة، لقيتيه تعبان اتدلعي عليه شوية عشان خاطري يا بوتي بوتي يا موني موني وحياة سوفي سوفي. هي الضحكة دي بالظبط، مش مطلوب منك أكتر من كده. ساعات بحس إن عمر ما بيحبنيش. عشان إيه؟ عشان قالك يعني إنه مش قادر يخرج؟ ليه هو أنا عبيطة؟
أنا بتكلم بشكل عام يا مراد. بقى لي 4 سنين متجوزة وكتير بلاقيني مش قادرة أفهم هو زعلان ولا فرحان ولا جعان ولا شبعان ولا مبسوط ولا لأ. ساعتها بحس إني كهربته ومش عارفة أتصرف، وأنا والله مش بيبقى قصدي أضايقه. ما أنت عارف أنا عمري ما حبيت حد في حياتي غير عمر من وإحنا صغيرين. عارف أنا مش عارف أنت بتشربي الصلصة دي إزاي. طب ما تشرب أي حاجة تانية. بعدين أنت ما جبتش زينة معاك ليه؟ لا ما خلاص الموضوع خلص. خلص إيه؟ هو ليه هيبتدي عشان يخلص؟ زهقتنا بقى يا مراد، دي 10 واحدة. أنت استحليت العزوبية ولا إيه؟ يكون في علمك أنا مش هجوز سيف غير لبنت عم. دي حاجة بتاعت ربنا يا اسمت. طب تفضلوا معطلنا كتير؟ إحنا مش في ناس عزمينهم؟ ولا عايزينهم يوصلوا قبلنا؟ كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. صباح الخير يا فندم. اهلا. صباح النور. ده ايه المواعيد العظيمة دي؟ في الاول بس اتفضلي. مبروك. ده انا اللي مبروك عليا. بص يا ستي، المفروض انه هيكليا انت اللي هتشتغلي عندي، انما واقعيا انا اللي بشتغل عندك. اكيد راجع فهمتك على كل حاجة قبل ما تمشي. انا معرفش في الشركة دي ربع اللي هي كانت تعرفه، ان شاء الله المفروض يعني ان حضرتك هتعرفيه. يعني تقدري تعتبريني لو ما عندكش مانع. طبعا تراك اليمين. ربنا يستر. هيستر ان شاء الله. انا قدامي سي في تسد عين الشمس. الو. ايه يا حبيب بابي، انا في الشغل. انت فطرت؟ حاضر هجيبه لك وانا جاي. مامي فين؟ طب اديها لي. شبهك. معلش سوري هرد، اصل ده جوزي. بليز. اي حبيبي. اي حبيبتي. ايوه يا مستر عمر. لا هما لسه ما وصلوش، اصل الطياره حصل لها دلي 4 ساعات. ايوه سلمى، بس 4 ساعات كتير قوي. انا خلاص وصلت الاوتيل. انت انا شفتك. انا لو روحت هنام. ما ينفعش. انا قلت للشمس بلنا عربيه في المطار عشان حضرتك استقبلهم بنفسك. استقبلهم بنفسي؟ مش كفايه اني جاي اسكنهم بنفسي؟ دول صحاب اكبر 5 شركات سياحه في العالم، يعني لما تروح لهم بنفسك كانك بتعتذر لهم عن التاخير. هو انا اللي كنت سايق الطياره عشان اعتذر لهم عن التاخير؟ وحضرتك مش قلت انك دراع اليمين؟ ممكن لو سمحت تنفذ الاوامر من سكات. ايوه بس والله لو شفت السرير هنام فعلا. طب نشرب حاجه في الكافيتيريا. هنقعد 4 ساعات نشرب حاجات في الكافيتيريا؟ طب اعمل ايه؟ والله اللي خلاكي تعملي بروجرام 10 ايام لاصحاب اكبر 5 شركات سياحه في العالم، تقدري تعملي بروجرام 4 ساعات بس هنا في القاهره. بعدين مش انا ولي نعمتك؟ تحت امرك. اتفضل حضرتك. اتفضلي حضرتك. سيف ده بقى اجمل حاجه حصلت لي في حياتي. احساس غريب جدا لما تلاقي كيان بيتحرك ويتنطط قدامك كده، والكيان ده جزء منك بتاعك ملكك، بالذات لما يفاجئني بحركه من حركات انا يعني اللي محدش بيعملها غيري. كاني واقف قدام مرايه وقدامي نسخه ترانزستور قد كده مني. انت ما عندكيش ولاد يا سلمى مش كده؟ اصل عينيك ملانه فضول وعايز تسالني ايه السبب. صح صح. انا وعصام متجوزين بقى لنا 3 سنين، وبعد سنه ونص تقريبا ابتدى القلق حوالين موضوع الخلفه ده. فالدكتور قال لي ان الموضوع محتاج عمليه صغنونه قد كده، وانا بصراحه بقى بخاف من العمليات. ففي بديل بالادويه وكده، بس هياخد وقت اطول. بس صدقيني عن تجربه الموضوع يستاهل. لا ما انا متاكده، بس كل حاجه هتيجي في وقتها. هنا في سكر. سوري. انا بص
بص بقى، انا ما بخافش من العمليات ولا حاجه، دي حجه، وما باخدش الدواء كمان. بس هو الحقيقي قوي يعني اني مش عايزه الارتباط بيني وبين عصام يبقى قوي قوي لدرجه ان يبقى في بينه طفل. سوري. على ايه؟ ما كانش ينفع اقول ان انا قلت ده خالص. بس اصل النهارده قبل ما انزل الصبح اتخانقت انا وعصام خناقه جامده قوي، يمكن كانت اكبر خناقه من ساعه ما اتجوزنا، وسبت البيت ورحت لماما وبابا بس ما قلت لهمش اي حاجه. الحقيقه ان انا كنت مبقوعه وعايزه اتكلم، فكانت فيك انت بقى. انا اسفه. على فكره لو عايزه تتكلمي انا ممكن اسمع جدا. وانا في ثانوي حبيت واحد صاحب ابويا قوي، كان متجوز ومخلف، محدش كان يعرف غير بنتين صاحباتي، وفضلت العلاقة بيننا 6 سنين في السر. ما كانش يقدر يقدمني أي حاجة غير إنه يحبني أوي. طبعا بابا لو كان عارف كان راح فيها، وأمي كانت اتشلت وإخواتي اتشردوا، ده غير عيلته بقى. فكان لازم أسيب وسبته. وظهر عصام، كان صاحب أخويا، حبني وتقدم لي، كان ساعتها متهيألي إني مش ممكن أحب حد تاني أبدا. فكان زيد بقى زي عبيد، زي نطاط الحيط فوفق. بس ما قدرتيش تنسي صاحب باباكي؟ لا نسيته دلوقتي، ما فكرش فيه خالص. عصام قدر ينسيهولك وخلاك تحبيه؟ مش عصام، الوقت. وعصام طيب وحنين وابن حلال، وبقى في بيننا الناس بتقول عليه اهم من الحب، العشره والتعود السكينه، ينفعوا يبقى حب برضو. لكن لا، الحب حاجه تانيه خالص. كان شايف احب عصام لما ظهر في حياتي، ولكن ينفع احب اللي اتخن منه كمان. اصلا ما ينفعش تبقى خارج متبهدل من حدوته تحب وتعرف تحب حد تاني حتى لو كان مين. عندك حق، بس المشكله ان احنا بناخد بالنا من ده بعد ما نكون سحلنا ناس كتير في سكتنا. كل ذنبهم ان هم بيحبونا، واحنا لازم نقدر ان هم بيحبونا، والا نبقى انانيين ورمم. مش سيء قوي. لا اسف، والله ما قصرتيش خالص. ما تقصد بيه. حلو الحمص. قلت لك خد كوبايه يا ريس. ايوه من فضلك ممكن واحد حمص كمان؟ خليهم اثنين. دايما لما تسود مني قوي اجي اتفرج على الشمس وهي بتشرق، بحسها بتقولي ما تخافيش، اجمل يوم في حياتك لسه ما عشتيهوش، لسه جاي. يا نهار ابيض، الطياره زمانها بتعمل لاندنج. ما تخافيش هنوصل قبل ما يخرجوا. قلبك جامد؟ حلو قوي. انا اللي عامله تشيز كيك دي. تسلم ايدك. انا رحت لسيف النهارده المدرسه واديتهم عنوان بيت بابي، من بعد بكره الباص هيعدي ياخده من هناك لحد يوم الخميس. مش احنا هنرجع من اسوان يوم الخميس؟ لا يا حبيبتي، ما انا هسافر لوحدي، مش هينفع تيجي معايا. انا كنت فاكر ان الجماعه الخواجات هيجيبوا مراتاتهم معاهم وهم جايين، اتضح ان هم جايين لوحدهم من غير مراتاتهم. قال يعني جايين يشتغلوا قوي مش يتفسحوا، وبعدين بيني وبينك شكلهم جايين يفتشوا عليا، فمش عايز حد فيهم يقول ان انا جايب مراتي في الصح، وهتبقى سفريه شغل مش هتتبسطي قوي يعني. كنت تقولي من الاول يا عمر، انا رتبت كل اموري على اني مسافره معاك. يا اسمه حبيبتي، ما انت شايفاني هلكان معاهم من يوم ما هم، وبعدين اليومين اللي انا هغيبهم ممكن تروحي تقعدي عند باباكي، ولما ارجع يا ستي نسافر اي حته انت عايزاها، نروح باريس، مدريد، اي حته. يا اسمك يا حبيبتي، الموضوع مش مستحمل القمص ده كله. اوكي يا عمر. انت
هنقابلهم 9 بالظبط في اللوبي. واضح اني جبتك من اخر الدنيا. هو انا ينفع اسالك مالك مش كده؟ من ساعه ما وصلنا وانت قاعد معانا بنص مخ، وديت النص التاني فين؟ اخر مره جيت اسوان كان من حوالي 5 سنين، جينا يوم واحد ومشينا اخر النهار، بس من الايام اللي ما تتنسيش. كان معايا اول بنت حبيتها في حياتي بجد. عارفة حدوت الحب ما أول كل حاجة دي، اللي هي أول كلمة بحبك بتقوليها وانتي حاساها قوي، وأول لمسة إيد بتقشعر الجسم كله، وأول بوسة تحس بيها إنك ملكت الدنيا كلها. الحدوتة اللي دايما بتخلص بمنفعش دي. ده انت رومانسي بقى. فضلت عايش ميت بعديها يجي 7 شهور، لغاية ما صحيت يوم من النوم مقرر أنشف على روحي عشان أخلص بقى. حطيت تركيزي كله في الشغل، وبعد شوية عاندت على روحي أكتر، وقررت بالعقل بس أملى الفراغ العاطفي اللي سابته عليا بواحدة تانية. فاخترت اسمت، كانت بالنسبة لي وقتها زيها زي أي بنت في العالم، بس كنت عارف إنها بتحبني من وإحنا صغيرين. أهلها أصحاب أهلي من زمان، مؤدبها تربيها كويس. رحت رايح لأبويا وأخويا وقلت لهم أنا هتجوز اسمت، وقد كان. الست اللي عايده صوابعها على 10 شمع لجوزها، ادي بقى مراتي. يا اخي الحب ده غريب قوي، مش فاهمه. ما هو يبقى كداب ابن كلب اللي يقول لك اني فاهم. وحكايه بقى انك بتلاقي الشخص المناسب فتحبيه، ده نصب رسمي. هو غالبا الموضوع كله احنا بيجي وقت معين بيبقى عندنا استعداد نحب، فبنحب اللي نلاقيه قدامنا من غير ما نفكر. يعني زي القطط في الربيع بيبقى موسم يعني. انا الويسكي شكله لطشني على فكرة. صباح الخير. صباح النور. الناس فطروا؟ بيفطروا في الريستوران. ما ينفعش نفضل مش عارفين نتعامل مع بعض كده. عندك حق. طيب بص يا سلمى، طبعا اللي حصل ده كان غلط انه يحصل من اساسه، بس هو حصل يعني حصل. احنا مش صغيرين، لا انا ولا انت صغيرين، او جايز عشان كنا شاربين زياده شويه. ما بقولكش كده عشان نعرف نفسنا ان الغلط هو غلط. تحت اي ظرف من الظروف غلط، لازم نحاول ننساه ونعتبره كانه ما حصلش. صح؟ ها؟ اسمع نصيحتي، يعني كصديق يعني يا ريت ترجع من هنا على بيتك وتصلحي جوزك، وعلى الأقل نحاول نرد لهم جميل إن هم بيحبونا. يمكن
يمكن ده يخلينا نقدر ننسى اللي حصل. ولا ايه؟ مش طايق نفسه يا مراد، بيتخانق مع دبان وشه، يصحى الصبح ينزل ويرجع ينام، ولو غلطت وسألته مالك؟ ماما مامي في ايه سيدي؟ انت فاكر ان مامي هتحميك؟ هتتعاقب يعني هتتعاقب؟ في ايه يا عمر؟ ما صدقت ان انت راكب فوق دماغي زي المدفع وطاير النوم من عيني. يا سلام، ما طول عمري ده على قلبك زي العسل. انت بتزعلي ولا ايه؟ طبعا جايباك تشتكي لك من المجنون اللي هي عايشه معاه. من غير ما تشتكي، ما المجنون واقف قدامي اهو. مراد انا مش طايق كلمه من حد. انا عندي مشاكل في الشغل، انا في هاي سيزون وكل يوم حجوزات ناس بتخش في حجوزات ناس تانية، وكارثه كل يوم كارثه. ومن امتى بقى المشاكل كانت بتعمل فيك كده؟ مش انت اللي كنت بتتريق علينا انا ولا ابوك لما بنرجع من المصنع عصبيين؟ مشاكل كبيره مراد، سمعه الشركه اللي انا بنيتها ممكن تروح في ثانيه، بعدين مديرة مكتبي في اجازه ومش عارف هترجع امتى، وفي حاجات كتير محدش يعرفها غيرها. طب اديتها ليه بقى اجازه وانت في الهاي سيزون؟ عندها ظروف في عيلتها ما قدرتش اقول لها لا. خلاص كلمها وخليها تطلع الاجازه لو هو ده اللي هيحل لك مشاكلك يا عمر. بقول لك عندها ظروف يا اخي، وبعدين افرض مشيت فجاه الشركه تخرب الشغل يقف. طب وايه بقى اللي مطير النوم من عينك؟ انت ما بتفهمش، بقول لك الشغل يا اخي. ما بيني وبينك انا مش مصدق يعني ان هو ده السبب الحقيقي. انت وكيل نيابه؟ لا اخوك ومن زمان. اسمها ايه؟ سلمى. انا هطلع صالح اسمك. صباح الخير. صباح النور. بعت الفاكس؟ سلمى رجعت وبتبعته جوه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كانت اجازة كويسة؟ الحمد لله، بس جيت على الاخر وزهقت، الشغل وحشني. طيب شد حيلك معانا بقى، حاولي تنقذي ما يمكن انقاذه عشان اللي بره دي طينة الدنيا على الاخر. ما تقلقش، كله under control. اوكي. تحبي نخرج شويه بالليل؟ سمعت كلامك ورجعت بيتي وحاولت اضحك على نفسي وكأن ما فيش اي حاجه حصلت. ما عرفتش بقى، لما يجي يلمسني بفتكر لمستك انت، وما يقرب مني كنت بشم ريحتك انت. طلقت. بيك او من غيرك انا ما كانش ينفع اكمل مع عصام، وده كان لازم هيحصل هيحصل. عمر قراراتي اللي انا باخدها انت مالكش دعوه بيها خالص. انا عارفه انك راجل متجوز وعارفه قد ايه انت بتحب بحبك يا سلمى. كان
كان يوم من نصيبي أشرف هيبات معنا ليلتي. يبات؟ هما ساعتين الفاضلين. هخش أجيب لك بطانية من جوه. منه قوي كده انا ممكن اخده منين في حرام عليكي بقى الشوارع لغايه ما المعادي استني البسي واحده ولبسي الثانيه كل ده سعيد هعمل ايه مش لما عرفت اتصرف بتكلم مين ده سعيد صاحبي كان جاب لي فلوس ما انا قلت لك خلاص دبرنا فلوس انت ناقص سلف علي علشان خاطري فكري كويس واسمعيني انا ممكن دلوقتي انزل اخلق اي مأذون ومش هنعيد يا اشرف انا مش هخرج نفسي من حفرة عشان اقع في دحضيرة ولا هصلح غلط بغلط اكبر مني مظبوطين تمام مين فيكو انا فضل معايا انت رايحة فين؟ هدخل معايا ممنوع ممنوع ده ايه؟ فين الدكتور اللي هنا؟ خلاص يا فضل انا خايفة يا فضل انا هدخل معايا انت لازم تنامي يا حبيبتي جسمك لازم يرتاح انت نزفتي كتير النهارده سنيني لوحدي انت هتفضلي لحد امتى تعملي معايا كده هتفضلي لحد امتى تعاقبيني هتفضلي لحد امتى زعلانه مني انا زعلانه من الدنيا فقط زعلانة قوي أصل الدنيا مش هطاطي غير لو تلحمت لها وتلمتي في وشها لازم تقفلها راس براس
وتقولي لها يا نايا انت يا بنت الهرمة. عارفه يا لولو، انا اللي شفته منها يشيب حاجات كتير انت ما تعرفهاش، وكل مره قبل ما اتكسر بثانيه انشف نفسي واصم الله لما بقيت عامله زي السيخ الحديد، مفيش حاجه ممكن تكسرني. وبالتدريج فادني العلم، قدام كل ازمه اموت نقطه ضعف لحد ما بقاليش نقطه ضعف تخلي الدنيا دي تقدر عليا الا نقطه ضعف واحده عمرها ما تموت. يوم امك الله يرحمها ما توفت، ابوكي والجيران قالوا لي انها راحت مشوار على اعتبار اني عيله يعني، بس انا كنت فاهمه. بعدها بيومين ابوكي دخل عليا لاني واخداكي في حضني وكشف صدري ولزقاكي فيه، قال ايه كنت عايزه رضعك. يوميها شفت على وش بابا الله يرحمه اغرب تعبير مش قادره انساه لحد دلوقتي، فشخ ضبه من اليمين للشمال ومكركع ضحك والدموع نازله من عيني زي الحنفيه. ما تصلي على النبي بقى يا بطه، مش بتقولي يا اختي بقت كويسه؟ علي ما سقطتش بس عشان ابنها ما يطلعش يلاقي ابوه متدهور بالشكل ده. لا يا امان، عشان ما يلاقيش خالته كده. شيخة ربنا ياخدني وريحها مني بقى. يا بنت بعد الشر ما تقوليش كده، البنت من غير تضيع بس، والنبي عشان خاطرك بس بس بقى. نسيب شغلنا بقى ونقضيها في برنامج حياتي اللي شغال ده. انا مش طايق الهدوم اللي عليا، كلمه زياده يا راضي ومش هتشوف خلقت في المكان ده تاني. وانا ما استغناش عنك ابدا يا بطاطس، بس علشان خاطري تعالي على نفسك شويه وروحي للعاشق الولهان ده، وده بقى لا هيقول لك لا نروح ولا نيجي، ده كان هيتجنن عليكي وانت في الاجازه يا بنت. اسكتي، مش شفت الراجل الغامض بسلامته ده امبارح في التلفزيون؟ يا بنت ده طلع منتج من الكبار بتاع اغاني وكليبات، اسمه مجدي حسن، مجدي حسنين حاجه كده يعني. مع السلامه. يعني كل ده ما اشوفكيش ولما اشوفك الاقيكي معيطه؟ انت منتج فعلا؟ ارجوك بقى خليني احترمك ولو مره واحده في حياتي، مفيش داعي تجيلي الشغل تعملي مشاكل فيه كمان. هادي انا مش جاي اعمل لك مشاكل، فاطمة هي اللي كانت منعاني عنك طول الفترة اللي فاتت دي، ولما عرفت ان انت نزلت شغل جبت. مش فاطمة اللي كانت منعاني يا اشرف، انا اللي مش عايزة اشوفك. علي انا بحبك. خلصت يا اشرف، الهي يسترك بقى خلاص. يا لولو والله العظيم انا هبطل كل حاجة. انا سمعت الكلام ده 100 مرة قبل كده، وعموما انت حر تبطل ما تبطلش، دي حاجة ما تخصنيش، انا ماليش دعوة بيك. علي انا من غيرك ممكن اموت. انت عمرك ما هتحس اللي حصل ده كسر فيا ايه؟ انت لعنة يا اخي. أمك ماتت بحسرتها عليك، وأختك طفشت من عمايلك، حتى المحل اللي كان حيلتك بعته عشان تشم الزفت اللي أنت بتشمه ده. أنا مش هستنى لغاية ما تدمرني أنا كمان معاك يا أشرف، فاهم؟ امشي امشي بقى، ما تحاولش تشوفني ولا تكلمني تاني. ماشي عليها، بس والنبي ما تعمليش ايه ده بعد كده قوي على حسابي. انا بكلمك انت اللي لعنه عليها مش انا. انت لعنتي يا حبيبتي، انت يوم ما تعطفتي وتكرمتي وقلتي حبي بعد ما حفيت قدامك كنت حيالله واتحشاش. كان عندي استعداد وقتها بطل اكل واشرب بس تحبيني. عارفه مين السبب اني بقيت برشم وشم؟ انتي. انت اللي عمرك ما هتحس بكسرة راجل بيعشق واحدة وما انها بتحبه، وطول ما هي معاه بتفكر في حد غيره. عارفة انت غلطت في اسمي كم مرة وقلت لي يا عمر؟ انت ساعات ما كنتش بتاخدي بالك لما كنت بتشوف عربية شبه عربية دي كانت رقبتك بتتلوح عليها. صورته اللي عمرك ما قلعتيها لما كانت بتلبسني وانت بحضني كانت بتكويني. حبي كان بيخليني اوهم نفسي انها مساله وقت وهتعدي، اتصدر وارفع وبلبع
عشان شفت لحظة واحدة بس في خيالك تقولي بحبك من غير ما تكوني بتكذبي فيها. وقفي بقى بينك وبين نفسك مرة واحدة واسأليها ليه عملت فيا كده؟ ليه؟ متفائلة زيادة عن اللزوم. ممكن يكون عمل مهتم عشان يعملني سلمة ويوصلك. ليه يعني؟ هو كان اتعرف عليا في حفلة السفارة؟ يا بنتي لو كان عايز حاجة كان خدها وفوقيها بوسة كمان. هو في الأول يعني أخدني على قد عقلي، بس أول ما سمع صوتك اتهبل. أنت أصلا كنت مركزة في الغنى، أنا بقى كنت شايفاه وهو بيسمعك. يا بنتي ده عيني دمعت. يا بطة مجدي حسنين ده منتج تقيل، يعني أنا بالنسبة لي مش أنا، هو قالها بعضمة لسانه مش بطالة، مجرد مش بطالة. لا بقى أملة، بس انت اللي هبلة. بس ملحوق الحمد لله، بكرة تشوفي يا لولو. ياه بطل شغل واتفرغ لكل حفلة. عايا يا عايا ردي عليا، ردي عليا يا بقولك اتنسي على حضاي اتنسيش عايا يا محبك. عمرك ما هتلاقي حد يحبك قدي. اطلعي وقولي ان انت بتحبيني، اطلعي وقولي ان انت عايزاني. مش راضي ابحري ليك ولا راضي بيك ياخدي فاطمه بطاطس. تخافين هربي امه من الكلب ده؟ لا كنت بتمشي معايا ليه وانت مش عايزاني؟ جاي بعد كل اللي حصل ده وعايزة تسيبيني. طب شيل حبك من قلبي وانا سيبك، سيبيني وانا سيبك. انا ماشي معانا ومش عايزة تتجوزي، ماشي ماشي معانا وهي مش غالية. ارجعي طيب. والله والله يا بطل فاق وترب اللي عمل واحد يلطم على وشه زي الحريم ويخبط دماغه في الحيط، وبعدين قعد يجي ساعة مسنح من غير ما ينطق ولا كلمة. دخل الحمام وقفل على نفسه، لما استوقفت خبطت عليه مردش، كسرت الباب لقيته مرمي على الأرض وسايح في دمه. شلت وجريت بيه على هنا. انا بقى ما بحبكيش يا ستي، بحب نفسي. ايه رايك؟ وعشان بحب نفسي عايزك معايا طول الوقت، لاني ببساطه عمري ما حسيت بالسعاده دي غير وانتي معايا. وعد يا سلمى، أول ما الظروف تسمح هقول للناس كلها إنك مراتي، مش مراتي بس، مراتي بقى وحبيبتي وحبيبتي.
حاجات كتير. وانا وعدك اني عمري ما هطلب منك ده، لاني عارفه ومتاكده انك بتحبني. ووعدك برضو لغايه ما تعلن وبعد ما نعلن هخليك اسعد راجل في الدنيا. بحس اني عشقتك مش مراتك. ما تتخطش، دي حاجه حلوه. انا عرفت ليه في ستات بتقفل على نفسها انها تبقى عشيقه في السر. اصل السر اللي في السر دي بيبقى طعمها حلو قوي. اصل العشيقه دي يا حبيبي بتبقى عارفه ومتاكده ان يوم ما حبيبها يعوز يسرق لحظه حلوه ويتجنن شويه هيجنن معاها هي، ويوم ما يحب يتعرى ويبقى على حقيقته من غير اي حسابات هيتعرى قدامها هي. مش بذمتك دي تبقى حاجه حلوه؟ لازم تمشي، خليك قاعد معانا يومين كمان. يا مفترية، ما انا قاعد معاكي بقالي اسبوع وسايب الشركة، وبعدين مش اتفقنا ان انا هاجي كل ويك اند؟ مش عايزك تمشي. انا لو عليا مش عايز امشي، وعايز اخدك معايا كمان، بس مش عشاني والله، عشان سيف مبسوط ومنطلق وبيبلبط، وبعدين هي فرصة ما تزعيش مني. اوحشك. انت ابتديت توحشني من دلوقتي. روح كمل نوم في بيتكو. يلا قوم بجد، اسمك وسيف زمانها راجعين من اسكندرية، ولا عايزها تقول عليك متجوز عليها مثلا؟ قوم بقى. ايه دي يا سلمى؟ دي عجلة سيف الجديدة، مش انت وعدت انه هيرجع من السفر يلاقيها؟ اسمك بقى هتاخدها على مشمها على طول. هحجز لك ثلاث ترابيزات في ثلاث اماكن مختلفة، وهبعت لك اسم اس باساميهم، وتخيرها هي عايز تسهر فين وتروح تسهرها. حبيب بابي، الحمد لله على السلامة. استلمت الأمانة؟ استلم أنا بقى. على فين تعالى؟ إيه أبوك مستنيني في المكتب يا سيدي، أنا قلت بس أطلع لك سيب بنفسي. وفين مراتي؟ في الكوافير عشان خروجة بالليل، 10:30 عدي عليك. طب ما تتأخرش زي كل مرة. شفت مامي؟ راحت للكوافير وسابتني. بسطت هناك؟ الو، يعني انت وحشه الكوافير اكتر مني مثلا؟ خلصت يا حبيبي وجاي حالا. يا لهوي يا بنتي يا لولو، انا ما كنتش احلم اعدي من قدام المحل هنا، مش هعمل شعري فيه ليه يعني يا طمطم؟ هم اللي بيجوا احسن مننا. مساء الخير. ايوه لو سمحت عايزاها. لا احنا عند الكوافير. لا هنشتري شويه طلبات كده بعدين نروح البيت. مع السلامه. ده العريس. طب احنا الاثنين لو سمحت. دي ورقه فاطمه عليها، هي قالت انها عايزه تخليها معاكي. فاطمه مراتي قدامك وقدام ربنا يا عليا وبس. مفهوم. عليا انا عارف ان انت كنت عايزه فرح فاطمه يبقى قدام كل الناس، زيطه وزغاريت وهيصه، انا كمان، بس انا عندي اخوات للاسف بيعتبروني الخزنه الكبيره بتاعت الفلوس. لو عرفوا اني اتجوزت فاطمه هيتصرفوا تصرفات هتوجعني قوي. اما خلاص حاسوا اني طالما ما اتجوزتش بعد وفاة مراتي الله يرحمها يبقى مش هتجوز تاني، واكيد هيفسروا الجوازة دي على انها جوزت مصلحة وعلى ان فاطمة طمعانة فيها. طب وتفسيرك انت ايه؟ اشمعنى فاطمة؟ صدقيني لو قلتلك انك انت السبب. فاطمة في الاول بالنسبة لي كانت مجرد ست حلوة وجذابة، وكنت بروح اتفرج عليها في البر اللي هي بتشتغل فيه. بس تعالي نتكلم بصراحة، احنا بين اهل. انا عارف ان كان ممكن بسهوله اتعامل مع اختك زي اي راجل بيشوف اي واحده في مكان زي ده، بس انا بطبيعتي ما بحبش العلاقات الطياره،
بخاف من ربنا، ما بحبش اغلط، ولما ربنا خلاها تبقى هي السبب في اني اشوفك واقرر انك تبقي عندي في الشركه قربت اكتر، وشفتها هي قد ايه بتحبك، ولقيت ان الست دي جواها طاقه حب وحنيه وتضحيه ممكن اكون ما شفتهاش عند اي حد تاني، وانا مش محتاج غير كده شويه حنيه. طب بما اننا بقينا اهل يعني ونتكلم بصراحه، ازاي قدرت اعدي كل ده؟ انا سابغ على فكره، لولا السابغه كنت هتلاقي شعري ده كله متقطع ابيض. كل شعر ابيض من دول علمتني حاجه في الدنيا، شغلتي دي بشتغلها من وانا عندي 14 سنه، كنت بشتغل صبي توزيع شرايط كاسيت في الصعيد والبحري، دلوقتي زي ما انت شايف الحمد لله ورد علي اشكال والوان، ينفع اخلي الناس تغني لي بس صعب قوي يغنوا علي، لاني بعرف كويس قوي اشوف الناس من جوه عامله ازاي. فاطمه باللي جواها تستاهل فعلا ان اتعب واتعذب علشانها، وعلشان اقدر انسى واغفر كل اللي فات. انا قعدت شهور ما بنامش، كنت ببكي بالدموع قبل ما اقرر اتجوز فاطمه، وما عملتش كده غير وانا عارف ومتاكد ان الست دي هتحافظ على اسمي بعد ما تبقى مراتي. انت يمكن تكون اقوى راجل شفته في حياتي. عارفه يا بنتي يا لولو، انا كنت نسيت من زمان قوي يعني ايه حب، كنت فاكره ان الاوبشن ده مش نازل لي، ولما كان ينقح عليا قوي ان احب راجل زي كل البنات كنت اتخيل ان انا بحب زبون من المحل عندنا، وكنت اتخيل كمان ان هو بيحبني. الغرابه بقى يا لولو ان مجدي عمره ما كان واحد من اللي بوهم نفسي بيهم دول، لحد ما فاجئني بطلب الجواز ده فجاه وفي ثانيه، حسيت ان هو اكتر انسان حبيته في الدنيا دي كلها، وبقيت عايزه اشيله كل همي. نفسي اتعكس بقى على راجل يا لولو. اول مره يبقى لي اوضه لوحدي، لو خفت بالليل هاجي انام جنبك. ماشي، بس كمان لازم تتعودي تنامي لوحدك، اصل مش هينفع يا لولو تنامي في وسطنا لما مجدي يجي يبات معانا. ماشي يا فاطمه، بس انا كنت عايزه اتكلم معاكي في موضوع. ماله اشرف؟ كنت ماشي من غير ما تسلم عليا يا اشرف؟ انا اسف، ما كنتش عارف ان حضرتك جايه النهارده. طبعا انت يا علي. مدام شاديه والده حسام اللي كان في الاوضه اللي جنبي. اهلا وسهلا، ابقى اسال على حسام ان شاء الله. باي باي. مالها عامله زي الطاووس الذكر كده؟ احنا مالنا؟ طب وحسام كان بيتعالج من ايه؟ ادمان برضه. سيبك من ده كله، هتوديني فين؟ ايه رايك نطلع المأذون على طول كده؟ مش عايزين نضيع ولا لحظة واحدة، كفاية اللي ضاع، وبعدين خلاص ما عدلكيش حجة، أنا بقيت واحد تاني خالص، اتولدت النهاردة من جديد وعلى إيدك أنت. لا لما خلص الشريط الأول، إحنا اتفقنا على كده، وبعدين أنت لسه ما لقيتش شغل، ولا إيه؟ آه طبعًا. ده موتوسيكلك انت؟ ايوه. ازاي؟ مش بقولك عامله لك مفاجأة. اللي هي ايه المفاجأة دي؟ انت فاكرة مدام شادية؟ مامة حسام اللي احنا قابلناها وانا خارج من المصحة. ابنها حسام خرج امبارح واتصل بيا ورحت زورته، واحنا قاعدين مامته جت وسمعتني وانا بقول ان انا بدور على شغل، فعرضت علينا نشتغل عندها في المبيعات. عندها فين يعني؟ في مصنع مصانعها، نظام بقى مستحضرات تجميل وكريمات وكده يعني، والموتوسيكل ده بتاع الشغل بس هيفضل معايا على طول.
مالك بلنت كده ليه؟ انا كنت فاكر انت هتطير من الفرحه. لا ابدا، اصل انا اي حاجه من ريحه المصحه بتاعتك بقلق منها. ايه العبر ده؟ بقول لك حسام بطل هو كمان وهشتغل معاه، يعني مفيش اي قلق خالص. ها هنتجوز امتى بقى؟ تاني يا اشرف، انت ايه شايفني فاضي قوي يعني؟ براحتك يا عليا، هوعدك اني مش هتكلم تاني في الموضوع ده، ولما ترضي بقى بقولي لي. ايه ده؟ عصير برتقال يا فندم. انا ما طلبتش عصير برتقال. اسف. يا نهارك اسود، متجوزاه بقالك سنتين يا سلمى؟ ايوه يا جيجي، وما قلتش لحد خالص. ايه يا بيبي انت فين؟ بجد؟ طب انا جايه حالا. حاضر، هبعتلك تصبيره. باي. هاي. حلوة الصورة. ايه اكتر حاجة عجبك فيها؟ انت طبعا بكاش قوي. هو في حاجة غيرك؟ اه في هنا. هنا في ايه؟ هنا في بيبي. كنت عند الدكتور وقال لي ان انا في اول الشهر التاني. عمر انت مش فرحان؟ لا فرحان ومتفاجئ ومخضوض مش فاهم قوي. مش فاهم ايه؟ بقول لك حامل. ايوه فاهم. انا عملت زيك كده عند الدكتور بالظبط. هو صحيح حملي كان صعب بس الحمد لله حصل. المهم ان انا كنت لسه امبارح قاعده بقول ان مش ممكن يبقى في سعاده اكتر من اللي انا وانت عايشين فيها دي. بس وانا جايه بقى لقيت انه لا، الاستاذ ولا الاستاذه اللي جايين دول هيقربونا من بعض اكتر. هو احنا بس يا حبيبي لازم نفكر هنقول للناس ازاي ان احنا متجوزين. معلش نسينا، روحنا بقى. فرحانين بالسعاده اللي انا وانت عمالين نسرعها في السر دي. بس هو السر لو خرج برا اتنين مش هيبقى سر، واحنا هنبقى ثلاثه ولا ايه؟ هنبقى ثلاثه. عمر انت مش قلقاني مش كده؟ بتبص لي كده ليه؟ ايه اكتر حاجه ممكن تزعلك مني يا اسمت؟ مفيش اي حاجه في الدنيا ممكن تزعلني منك. عارف يا عمر انا بخاف للناس يحسدوني عليك. يمكن لو كنت سالتني السؤال ده من سنتين بس كنت قلت لك ان في حاجات كتير قوي مزعلاني منك. انما دلوقتي لو قلت لك ان في حاجه واحده بس مزعلاني ابقى بصراحه ست مفتريه. لما الدكتور قال لي لازم تريحي على ظهرك كام شهر دول صعبت عليا. قلت مش هتقدر على خدمتي. ما قال لي بلاش انفعالات، قلت يبقى بلاش بقى بابا وماما. كتر خيرها جيجي عرضت عليا تستضيفني عندها. ده انت نوراني. تشرب ايه؟ بس يا جيجي مش قادر، ربنا يخليك. طب اوكي عن اذنكم. اتفضلي. وحشتيني. كم شهر وهيعدوا بسرعه. ما هي الايام بتعدي بسرعه يا عمر. لسه ما قلتلهاش؟ كل ما قرر اني خلاص هقول لها الكلام يقف على لساني، ما يرضاش يخرج لمجرد اني بتصور رد فعلها حاجه. انا خايفه يا عمر. بص انا كنت عمال احضر نفسي قبل ما تيجي ازاي هعرف اخبي عليك عشان ما ازودش همك. بس الحقيقه اني مش قادره، محتاجه ارمي حملي على حد ومليش حد غيرك. خايفه قوي. من ايه؟ منك.
من يوم ما قلت لك اني حامل وانا مستنيه منك رد فعل معين ما لقيتوش، ومن ساعتها وانا قاعده بفكر لحد ما مخي ما تعبني. عمر انت كنت فرحان بلعبه العشيقه دي وحبيبها، بس العشيقه ما بتخلفش من عشيقها، وانا هبقى ام ابنك، يعني عايزه كل حقوقي، وكل اللي اقدر اوعدك بيه هو انك تبقى اسعد من الاول. واظن ان انا وعدتك قبل كده ووفيت، بس كنت بتعب قوي عشان انفذ الوعد ده. عمري ما كلمتك عن الايام اللي كنت بقضيها لوحدي وانا ميتة في جلدي من الرعب. كنت ببقى فاتحة كل انوار الشقة ومولعة التلفزيون ومعليها على الاخر، لان صوت ورقة شجر بره كانت ممكن ما تنامنيش طول الليل. كنت بفكر الف مرة في الدقيقة قبل ما اكلمك لا تكون اسمك جنبك وتشك في حاجة، وانت مش معايا طول الوقت كنت بستناك تكلمني. أني على التليفون ما بنزلهاش، كأني مش هسمعه لما يرن. عمري ما كلمتك كده غيرها بتعمل فيا ايه لما بتخيل ان انا نايمه لوحدي وانت نايم في حضنها. عمري انا تعبانه بجد ومحتاجه لك قوي. انا اسفه، انا اسفه يا عمري، بس انا بجد مش عايزه اجور على حق احد. انا عايزك تنفذ وقت انت كنت وعدته لي زمان. زوجة في النور ولا لا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده سلام؟ طبعا حلو. ما تردش دلوقتي، فكر كويس وبعدين رد. ولو لقيت نفسك لسه حبيبني لازم تثبت لي ده يا عمر. ساعتها هخرج بعد ما اولد ان شاء الله من المستشفى على بيت جديد تدخل الشمس من كل حته، وفي اوضه زياده لابننا. نفسي امشي جنبك في الشارع، نفسي اتصور جنبك في المجلات والكتب تحت عمر السيوفي وحرمه. نفسي يبقى عندنا اصحاب نروح لهم ويجوا لنا. نفسي وقت ما احب اكلمك اكلمك، مش عايز اسمع حاجه خالص. فكر كويس يا عمر، وايا كان قرارك انا هنفذه، بس لازم تبقى متاكد من القرار ده، لان تنفيذه مش هيبقى كلام، هيبقى فعل يا عمر. يعني السنتين دول هما الكدبة اللي وهمتني فيها انك احن واخلص زوج في الدنيا؟ يعني ايه؟ يعني انا ما ابتديتش احس اني سعيدة غير من يوم ما انت ابتديت تخوني؟ ما تسميهاش خيانة يا اسماء. امال اسميها ايه؟ انت كنت بتروح لها امتى؟ ازاي كنت بتكذب عليا بالشطاره دي؟ ازاي كنت اسمك؟ قرار جوازي بسلمى ملوش اي علاقه بيكي، انت ما قصرتيش. ولما انا ما قصرتش عملت كده ليه؟ قرار جوازك ده ازاي تاخده لوحدك؟ انا كنت فين؟ ازاي تسمح لنفسك تعمل فيا كده؟ ده انا ما حبيتش الراجل في حياتي غيرك. انا ما قصرتش اجرحك. لا حصل خير، ما دام مش قصدي يبقى حصل خير. ويا ترى ليه قررت تيجي تقولي النهارده بالذات؟ عشان سلمى حامل. والله الف مبروك. وبالمره بقى قولي قررت لي انا اعمل ايه؟ انا هعمل لك اللي انت تقرريه، بس وحياه سيف انا عمري ما كنت عايز اظلمك. طب ما تجيبها تعيش معانا هنا، خليها تيجي تنام جنبنا هنا على السرير بدل يعني ما انت مشحطه بنفسك رايح جاي. خليها تيجي وابنها وسيف يكبروا مع بعض، مش اخوات؟ اسمك ما تعمليش في نفسك كده، لازم تبقي كويسه
علشان خاطر نفسك وعلشان خاطر سيف. الولد مش لازم يحس ان في حاجة حصلت. لا ازاي؟ لازم يحس طبعا. ولو ما حسش لوحده انا هقوله بابي وحش عشان بيكذب علينا وهيدخل النار. هقوله بابي خاين عشان بيحب واحدة تانية غير مامي. هقوله بابي ما بيحبكش وهيجيب بيبي تاني يحبه اكتر منك. هقوله بابي كذاب، بابي ظهر، بابي غشاش، بابي بيكرهنا. يا اسمعت أرجوكي ما تعمليش في نفسك كده. لسه ما لبستش؟ ابوك لسه قافل معايا دلوقتي وقال لي ان ابو يسمع اتصل بيه وقال ان هو هيتاخر. اقعد لسه في وقت. ويا ترى مجلس قياده الثوره اللي هم عاملينه قرروا هيعملوا فيها ايه؟ لان شايفه دلوقتي ان مفيش حد يعني بيصدر قرارات ولا احكام غيرك. صح، اصلها حيالة حياتي مش حياتهم هم. بص يا مراد، من الاخر سلمى مراتي عملت علشاني حاجات كتير قوي واستحملت وضع مفيش اي واحدة ممكن تستحمله بس عشان بتحبني وانا بحبها، وهتاخد حقوقها زيها زي اسمت، واللي في بطنها ده ابني هحبه زيه زي سيف. واسمت؟ اسمت اللي هي عايزاها يتنفذ لها. وبعدين هي قالتها بعضمة لسانها، عمرها ما حست انها سعيدة معايا غير لما سلمى بقت في حياتي. يعني سلمى السبب، سلمى صلحت علاقتي باسمت، سلمى صلحتني على الدنيا يا مراد. وبعدين انا مش اول راجل اتجوز اتنين وبقالي فتره عامل كده، وعمري ما هظلم اسمت. وانت لسه ما ظلمتهاش؟ على الاقل عمري ما قصدت اظلمها. انت عمرك حبيت اسمت يا عمر؟ ايوه يا مراد حبيت اسمت. بلاش نصب بقى. اسمت تقدمت لك كادو على طبق الماس، قلت وماله لما حاول حبها، بس عمرك ما عرفت تحبها. اسمت بالنسبة لك كانت فترة نقاها ما بين حدوتة حب قديمة وحدوتة حب جديدة. في ظلم أكتر من كده؟ إيه الجبروت اللي أنت فيه ده يا أخي؟ عارف اسمت حبيتك قد إيه؟ كانتش شايفة حد غيرك من واحنا عيال صغيرين. عارف يعني ايه اسمك تحبك؟ لان المفروض تعيش خدام تحت رجليها العمر كله، وانت بتقدر الحب ده، بس انت عمرك ما حبيتها. لو كنت حبيتها كنت خدتها في حضنك، حسيت ان حضنها هو الجنة. لو كنت حبيتها ما كنتش فكرت لحظة واحدة في نفسك، مهم بس تكون سعيدة. لو كنت حبيتها كنت فضلت انك تموت ولا انك تشوف دمعة واحدة نازلة من عينيها. بس انت عمرك ما هتقدر لا تفهم يعني ايه اسمك تحب. حتى لو ما حبيتهاش خالص
دي مراتي، نمت في حضني 7 سنين، جبت منها ابني سيف. لما كنت بتسلم عليها وتبصها كنت بتبص مين؟ مرات اخوك ولا الست اللي انت بتحبها؟ كنت بتحس انك مع مين يا مراد؟ مراتي ولا الست اللي انت بتحبها؟ انت كنت اول واحد بتجري تحللنا مشاكلنا بمنتهى الاخلاص. ليه؟ بس عشان عايزها تبقى سعيدة؟ وانا وانت دمنا اللي بيجري في عروق بعض؟ يولع دمنا بجاز وسخ. ها كنت بتشوفها ازاي في خيالك؟ انا عمري ما خدتك. لما تبقى بتحب مراتي ده يبقى اسمه ايه؟ مغسل وشك وروح لهم اجتماع العيلة، قول لهم اني مش جاي، وشوف بقى تقول لهم مش هينفع اجي ليه؟ لانك اكيد مش هتعرف تقول السبب الحقيقي. قوم يا اخوي قوم. مخنوق مخنوق، محتاج لك قوي يا سلمى. انت محتاج تقعد مع نفسك يا عمر، فكر من غير اي ضغوط. باي باي. يلا سلام، ولا احسن ارميلكوا بقنبله واسيبكوا تفكروا فيها لغايه ما ارجع. قنبله ايه؟ انا واشرف خلاص هنكتب كتابنا. نعم يا اختي. لا يا علي، احنا ما اتفقناش على كده، احنا قلنا الجواز يتاجل لحد ما الالبوم ينزل. ايوه بس دي مش دخله، ده مجرد كتب كتاب بس يا بيه. انت عايزه تشيليني يا بنت انت؟ هو انت كل ما ربنا يسترها معاكي وينجدك من البكبرت اللي انت وقعتي فيه ده ترمي نفسك فيه بزياده؟ في ايه يا فاطمه؟ انا فكرت وقررت خلاص. طب ورحمه ابوك وامك الغاليين، انت بتحبي اشرف ده؟ انت عارفه كويس قوي اشرف بيحبني ازاي. فاطمه بتسالك اذا كنت بتحبيه ولا لا، يعني الاجابه بقى او لا. اشرف ده انسان كويس. ما تقوليها بس انت لسه قايل لي ايه؟ يقول لي ايه؟ ايوه عليا. لا انا في المصنع. تيجي فين؟ انا جاي دلوقتي حالا. مفاجاه ايه؟ اوكي. لا وسبت السكه. باي باي. طبعا عليا هانم لازم تنزل لها جري. شو صاحبي انت فين؟ كله كوم وعليا كومت هنا. ماشي. ايه ده؟ ماشي حال كده؟ ما تغلطش مره وتنسى. نيفر يا هانم، عمري ما نسيت ابدا. قلت لك مفاجأة؟ طب زمان قلت انك بقيت شمام عشان كنت حاسس اني ما بحبكش. مرة دي رميت نفسك في حضن ست قد امك ليه؟ برضه عشان حاسس اني ما بحبكش؟ ولا عشان انت وسخ وواطي؟ عموما انا جاي اريحك، انا فعلا ما بحبكش وعمري ما حبيتك، وحاولت على قد ما حاولت يا اخي ما عرفتش، بس انا انضف منك لاني على الاقل عمري ما خنتك. كل مرة كنت ببقى هسيبك فيها مرضاش، عارف ليه؟ عشان كنت بتصعب عليا، كنت بفضل معاك شافع واحسن مني، زي ما يجري وراك واد شحات هدوم وسخة ومقطعة فترميله لقمة من باب العطف، بس بنفس الوقت تبقى قرفان لا عايزه يلمسك ولا يقرب منك، وانت مقرف قوي يا اخي قوي. حاليا ما تلمسنيش يا حيوان يا قذر يا شمام. من اللحظة دي
انا عايزك تختفي من حياتي خالص، مش عايزه اشوفك ولا حتى صدفه. حيوان. مش لاقي حد اشكيله، عمال اتسبب في ألم وأذى لكل الناس اللي بقرب منهم واحبهم ويحبوني، وانا والله العظيم لا عايز اذي حد ولا اوجع حد ولا عايز اتوجع. كل اللي كان نفسي فيه ان احبه واتحبه، بس انا مش حامل ان حد يكرهني. عليا لو كرهوك يا عمر ما كانوش اتوجعوا. شفت بقى، يعني لو ما كنتش خلعت زمان ما كانش حصل لنا كل ده. بس انت اللي غاوي شقة بقى، هعمل لك ايه؟ انا ما قصدتش اخلع يا علي، كان في ظروف اقوى مني ومنك، وما رضيتش اضحك على نفسي ولا عليكي واعمل قدها. طب جاي دلوقتي ليه يا عمر؟ جاي سد الدين قديم، انا مديون لك بالقعده دي من زمان يا علي، ومديون لك باعتذار، لاني زي ما قلتي خلعت زمان من غير ما افهمك ولا اشرح لك. يمكن وقتها كنت اضعف من اني اواجهك واقول لك انا ماشي ليه. ماشي يا سيدي، والاعتذار مقبول. وفي سبب تاني. قوله. عايز افضفض يا عليا، عايز افضفض بكل اللي جوايا، محتاج حد يفهمني. اسمعني، انت مسامحني بجد يا عليا؟ انا مسامحك من اول ما شفتك يا عمر، بجد. شكرا. اي خدمة. والله ما ارتحت غير لما اتكلمت معاكي. وانت كنت وحشني قوي. يعني ممكن نبقى اصحاب، ولما يبقى حد فينا عنده مشكله يرمي حموله على التاني كده من غير تكليف؟ ده غصب عنك مش بمزاجك. معاك عربية ولا وصلك؟ معايا؟ معايا عربية. بسرعة يا عمر. معايا؟ في ايه علي؟ مش مهم، عايز اخد من وشه. معايا؟ معايا؟ اجري بسرعة يا عمر، اجري. اجري ليه؟ مش فاهم حاجة. هفهمك بعدين، المهم ما يلحقكش. Thank you.
مش قادر يفهم ان الحب مش بالعافية واني عمري ما هحب. انت صح، ما هو ما ينفعش تعشمي انك ممكن تحبيه وانت مش هتقدري. مش انا شريطي الاولاني خلاص هينزل كمان كم شهر؟ مبروك. الله يبارك فيك. عزلنا من بيتنا القديم، رحنا سكننا في حتة حلوة قوي في المعادي. فاطمة كمان سابت شغلها من زمان. كويس. اتجوزت المنتج بتاعي، بيموت فيها وبتموت فيه. لازم اعرفكم ببعض، اسمه مجدي حسنين، راجل محترم قوي. فاطمة بقى لو شفتها دلوقتي مش هتعرفها، بقت الليدي فاطمة، اتغيرت خالص، وهو بيتها وجوزها وانا وخلاص. دي مش هتصدق ان احنا اتقابلنا النهاردة. مش انا مسافرة كمان كام يوم، بس مش هغيب يعني، هقعد 3-4 ايام كده. رايحين نصور الكليب الجديد بتاع اغنيتي، ما قرروش هنروح فين، محتارين، وانا قلقانه موت، مش عارفة هعمل ايه. بس الاغاني اللي انا سجلتها حلوة، حلوة قوي، انا متأكدة انها تعجبك. يا عمر، عمر. سوري يا سلمى، ما خدتش بالي. انا اسمي عالي على فكرة. اسف، اصلا هي سلمى اللي كانت بتبعت لك المسج. علي، انا مبسوط ان احنا رجعنا اصحاب تاني. ما اظنش هينفع يا عمر. ليه بتقولي كده؟ عشان احنا ما كناش صحاب اولين. المأذون خلص الإجراءات. أنا آسف. ما تعتذرش يا عمر، أنت عمرك ما حبيتني. لو كنت حبيتني كنت هتبقى قاصد تجرحني، ساعتها برضو عمري ما كنت هقبل اعتذارك. أنت ما ينفعش ما تتحبيش يا اسمت. مرسي قوي على كومبليمونزي. مش كومبليمون يا اسمت، وبكرة الأيام اللي جاية هتثبت لك أنا بعزك قد إيه. آه، لا إذا كان على قد بعزك معك حق، مش كومبليمون. انا كمان هفضل عايزك يا عمر، علشان سيف هيفضل بينا، ولازم يحس بابا ومامته قد ايه بيحترموا بعض طول الوقت. وطبعا مش محتاجه اقولك، وقت ما تحب تشوفه ده بيتك.
انا عايزك تبقي عارفه ان انت ما قصرتيش، انا اللي ما عرفتش اديك حقك. بكره ربنا ان شاء الله يرزقك. مالكش دعوه بيا بقى، انا هعرف اتصرف مع نفسي كويس. احنا صغيرين يا عمر.